تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات. الموضوع موجود على القناة في كوميونيتي من أجل الطباعة وإعادة حله. لا تنسوا الدخول على القناة، الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا نبدأ في حل الاختبار. التمرين الأول، اكتب الأعداد التالية في الجدول: 163، 207. لدينا الوحدات عشرات، مئات. نبدأ: 100، 101، 163، 63، 3 وحدات، 16، 100. 163، 207، 207، نضيف صفر، 207، 163، 163. نلتقي إلى التمرين الثاني. رتب الأعداد التالية من الأصغر إلى الأكبر. لدينا الأعداد: 316، 184، 257، 143، 720. نرتبها من الأصغر إلى الأكبر ترتيب تصاعدي. نعين منزلة المئات: وحدات، عشرات، مئات. 7، وحدات، عشرات، مئات. 1، وحدات، عشرات، مئات. 2، 1، 3. منزلة المئات: 700، 100، 200، 100، 300. من الأصغر لدينا 1، 100، 100. ننظر إلى العشرات: 18، 14. العدد الصغير هو، أحسنتم، 14. إذا نبدأ: 143 هو الأصغر، ثم أحسنتم، 184. نواصل من الأصغر: 200، 300، 700. العدد الأصغر، أحسنتم، 257. نواصل: 700، 300. من الأصغر، أحسنتم، 316، 720. إذن من الأصغر إلى الأكبر: 143، 184، 257، 316، 720. نظرنا إلى رقم المئات. التمرين الثالث، فكك الأعداد حسب المثال. لدينا 43 يساوي 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 3. لدينا 3 وحدات، 14، 14، 1، 2، 3، 4، 3 وحدات. هنا لدينا 3 عشرات، أحسنتم، 1، 2، 3، 13 و 6 وحدات. هنا 12، 10، 10 و 5 وحدات. 36، 10 زائد 10 زائد 10 زائد 6 تساوي 36، و 10 زائد 10 زائد 5 تساوي 25 حسب المثال. الحالة الثانية، 67 تساوي 60 زائد 7، 60 زائد 7، 42، أحسن، 40 زائد 2، 60 زائد 7، 40 زائد 2، 80 زائد 9، أحسنتم، 10 زائد 7، 67 تساوي 60 زائد 7، 42، 40 زائد 2، 89، 80 زائد 9، 17، 10 زائد 7. التمرين الرابع، حول الأطوال إلى الوحدة المطلوبة. لدينا 1 متر و85 سنتيمتر، كم تساوي سنتيمتر؟ 2 متر، كم تساوي سنتيمتر؟ و 100 سنتيمتر، كم تساوي متر؟ لدينا 1 سنتيمتر يساوي 100، عفوا، 1 متر يساوي 100 سنتيمتر، 1 متر يساوي 100 سنتيمتر. لدينا 1 متر و85، عملية الزائد، 1 متر يساوي 100 سنتيمتر، 100 سنتيمتر و85 سنتيمتر، 100 سنتيمتر زائد 85 سنتيمتر، أحسنتم، تساوي 100 و85. وعملية الجمع، 2 متر، 1 متر يساوي 100 سنتيمتر، 2 متر
أحسنتم، 200 سنتيمتر، 3 متر 300 سنتيمتر، 5 متر 500 سنتيمتر. إذا 100 سنتيمتر تساوي، أحسنتم، 1 متر. لدينا 1 متر يساوي 100 سنتيمتر. بهذه نحسب 1 متر زائد 85، 100 زائد 85 185، 2 متر 200 سنتيمتر، 100 سنتيمتر تساوي 1 متر. نلتقي إلى الوضعية الإدماجية. عند أمين مبلغ 426 دينارا، تبرع بمبلغ قدره 112 دينار. السؤال الأول، ما هو المبلغ المتبقي عند أمين؟ وفي العيد أعطاه والده مبلغا قدره 523 دينار. السؤال الثاني، ما هو المبلغ الذي صار عند أمين؟ إذا أمين نشرح، كان لديه 426 دينار، تبرع بمبلغ قدره 112 دينار، تصدق بمبلغ قدره 112. ما هو المبلغ المتبقي؟ الباقي المتبقي، أحسنتم، عملية الطرح. إذا كان لديه 426، تبرع تصدق ب 112، كم تساوي؟ نجري عملية عمودية، 426 ناقص 2 1 1، 6 ناقص 2 نصعد إلى 6، 2 3 4 5 6، 4 2 ناقص 1 1، 4 ناقص 1 1، نصعد إلى 3، 2 3 4 تساوي 3. إذا تساوي 314. نجيب عن السؤال، المبلغ المتبقي عند أمين، يساوي، أحسنتم، 314 دينار. نواصل الوضعية. وفي العيد أعطاه والده زاده والده مبلغا قدره 523 دينار. ما هو المبلغ الذي صار عند أمين؟ إذا كان لديه 314، زاده والده مبلغا 523، أعطاه والده، إذا عملية، أحسنتم، الجمع، 314 الذي كان لديه زائد ما زاده والده 123، العملية عمودية، 314 زائد 3 5 تساوي 4 زائد 3 4 5 6 7، 1 زائد 2، أحسنتم، 3، 3 زائد 5 5، في العشرة نضيف 3 5 6 7 8، إذا تساوي 837. يجيب عن السؤال، ما هو المبلغ الذي صار عند أمين؟ الجواب، المبلغ الذي صار عند أمين كم يساوي؟ 837 دينار. إذا نراجع الوضعية، كان لدى أمين 426 دينار، تبرع ب 112 دينار، ما هو المبلغ المتبقي؟ عملية الطرح، وجدنا المتبقي، المبلغ المتبقي عند أمين 314 دينار، زاده أبوه، أعطاه والده 523، ما هو المبلغ الذي صار عند أمين؟ عملية الجمع، وجدنا 837، والإجابة عن السؤال، المبلغ الذي صار عند أمين 837 دينار. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.